توجه بالشكر. الشكر أصلاً دليل في حكم. شفنا قيادة رشيدة، سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة. يعني تحس إن الكلام يعني أنا كثر ما عاد أتكلم كثر ما هني أوقف أقول دمنا وروحنا فداهم. شو نقدر نعطي؟ المفروض هالجزاء الإحسان للإحسان، المفروض إن كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة والله بدون مجاملة. أنا أبوي علمني الحمد لله نحن مسلمين إماراتيين، والله العظيم هذا أنا تربيت فيه ونشأت عليه، تربينا شي في أسرة دائما عنده استمرار في العمل. الحمد لله أهلي لين يوم، أبوي طبيب وأمي دكتورة يعملون في دولة الإمارات، تربينا نشأنا على العمل والاجتهاد والعطاء للناس. وغير هذا تطلع تشوف القيادة رشيدة ما يرقدون الليل. فأنا المفروض إني أقدم بناء على اللي شفته في حياتي من البيت ومن الدولة. فنشكر القيادة رشيدة على تمكيننا، والله يا رب يثبتنا ويقدرنا إن نكمل مسيرة الاتحاد، مسيرة بابا زايد، مسيرة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مؤسسي الاتحاد. ونتمنى للجميع